الكفار. إيه نرجع سيدي لأقوى السببين، تنبيه من مد العارض السكون من القراء بمقدار حركتين لم يعتد بالسكون العارض، من مده أربعا اعتد بالسكون العارض ولكن اعتدادا جزئيا، ومن مده ستا اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا وحمله على اللازم. ننتقل، من مد المنفصل من القراء بمقدار حركتين لم يعتد بمجيء الهمزة في الكلمة الثانية، أقل من المتصل اعتد بالهمز في الكلمة الثانية اعتداد جزئي، مساوي للمتصل اعتد بالهمز في الكلمة الثانية ولكن اعتداد كلي. اجتماع اللازم والبدل، إذا اجتمع اللازم والبدل على حرف مد واحد أعمل اللازم وأهمل البدل. ليه؟ عملا بقاعدة أقوى السببين. آمينة فيها بدل، الألف هذه شفتوها الألف الحمراء، هي الألف، إن نظرنا للهمزة اللي قبلها هذا بدل، وإن نظرنا للحرف المشدد بعدها هذا مين؟ هذا لازم. أقوى المدود لازم، فما اتصل فعادد فذو انفصال فبدل. طبق القاعدة، شو بتقول عنه؟ لازم. فإن قيل لك والبدل شو بتقول؟ أهمل. كذلك الله على وجه الإبدال، الله على وجه الإبدال أهملنا البدل وأخذنا مين؟ لازم. آل أنا وآل ذكرين لنفس الموضوع ولكن على وجه الإبدال مو على وجه الله تبع التسهيل. اجتماع المتصل والبدل، طيب إذا اجتمع المتصل والبدل على حرف مد واحد أعمل المتصل وأهمل البدل، عملا بقاعدة أقوى السببين نحو رئاء الناس. هذه الألف قبلها همزة وبعدها همزة، مع الهمزة اللي قبلها هذا شو؟ بدل، ومع الهمزة اللي بعدها متصل. شو بنعمل؟ نأخذ المتصل ونهمل البدل. اجتماع المنفصل والبدل، وجاءوا أباهم، أو أباهم، هالألف هي عفوا هالواو هي مع الهمزة اللي قبلها هذا بدل، ومع الهمزة اللي بعدها هذا منفصل. إذا اجتمع المنفصل مع البدل على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل البدل، فإن تساويا أعملا معا نحو وجاءوا أباهم ولوحة التالية توضح ذلك. طيب المنفصل منفردا إذا كان عم نمده حركتين والبدل منفردا عم نمده حركتين، فعند الاجتماع قدش بنمد؟ كمان حركتين، فإن سئلنا مد له سببا. إذا المنفصل منفردا عم نمده أربعة والبدل منفردا عم نمده كم؟ اثنين، فعند الاجتماع شو بنمد؟ أربعة، فإن سئلنا اعتد بالمنفصل. إذا عم نمد المنفصل منفردا خمسة والبدل منفردا عم نمده كم؟ حركتين، عند الاجتماع شو بنمد؟ خمسة، فإن سئلنا اعتد بالمنفصل. واضحة؟ ننتقل، اجتماع المتصل والعارض السكون، هي اللي شرحناها من شوي، تتذكروا من شوي شرحنا تسع صور، هي التسع صور. إذا اجتمع المتصل والعارض السكون على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا نحو السماء، هذا مثال للألف، السوء مثال واوي، المسيء مثال يائي، واللوحات التالية توضح ذلك. طيب إذا المتصل منفردا أربعة والعارض منفردا حركتين، فعند الاجتماع شو بنمد؟ أربعة، وإذا سئلنا شو بنقول؟ أهمل السكون، يعني بمعنى متصل فقط. إذا المتصل منفردا أربعة والعارض منفردا أربعة مثله، عند الاجتماع شو بنعمل؟ أربعة، فإن سئلنا مد له سببا. إذا المتصل منفردا أربعة والعارض منفردا كم؟ ستة، فعند الاجتماع شو احكوا؟ ستة، فإن سئلنا اعتد بالسكون لأنه حملا على اللازم. بدك تصور صور. طيب إذا المتصل منفردا خمسة والعارض منفردا حركتين، عند الاجتماع شو بنعمل؟ خمسة، فإن سئلنا
أهمل السكون. إذا المتصل منفردا خمسة والعارض منفردا أربعة، عند الاجتماع شو بنعمل؟ خمسة. فإن سئلنا كمان أهمل السكون. إذا المتصل منفردا خمسة والعارض منفردا كم؟ ستة. فعند الاجتماع ستة. فإن سئلنا اعتد بالسكون لأنه بالحمل الكامل على اللازم. الآن إذا المتصل منفردا ستة، العارض منفردا حركتين، عند الاجتماع ستة. طب فإن سئلنا أهمل السكون لأنه صار هون السكون حركتين، معناتها لم يعتد بالسكون. إذا المتصل منفردا ستة والعارض منفردا أربعة، عند الاجتماع نفس القصة وكمان أهمل السكون. أما إذا المتصل ستة والعارض ستة، فعند الاجتماع إيه؟ ستة. فإن سئلنا في غموض يا أخواني؟ طيب أيوة، هي نادرة جدا جدا، اجتماع ثلاثة أسباب على حرف مد واحد. هذا بيكون بكلمة رئاء عند الوقف عليها. لما بتوقف عليها هذه الألف شايفينها مع الهمزة اللي قبلها بدل، ومع الهمزة اللي بعدها متصل، وكونه ساكن عارض السكون. فاجتمع كم سبب؟ ثلاث أسباب. طيب فيهمل البدل لضعفه، هي خلصنا من واحد. ويبقى المتصل والعارض للسكون فيطبق عليهما ما سبق من قواعد. وضحت؟ هذا أكثر شيء ممكن يجينا في القرآن، ثلاث أسباب على حرف مد واحد. اجتماع العدد السكون والبدل، هي مثل اللي مروا، إذا اجتمع العدد السكون مع البدل على حرف مد واحد أعمل الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا أعملا معا شنآن. شو فيها هذه شنآن؟ فيها بدل وعدد السكون ويراؤون وخاسئين، واللوحة التالية توضح ذلك. إذا العارض منفردا حركتين والبدل منفردا كم؟ عند الاجتماع شو بنقول؟ مد له سببان. إذا العارض أربعة والبدل منفرد حركتين، عند الاجتماع أربعة شو بنقول؟ اعتد بالسكون. انتبهنا كيف؟ ولو كان اعتداد جزئي لكن أقوى من البدل. العارض منفردا ستة والبدل منفردا حركتين، عند الاجتماع شو بنقول؟ اعتد بالسكون. انتبهنا كيف؟ هذا مبحث قاعدة أقوى السببين. طبعا قل من تعرض لهذا من المصنفين في التجويد. الجزري يتكلم على هذا في النشر الله يرحمه، لكن يعني بغير طريقة، يعني احنا أخذنا كلامه وجدولنا وزبطناه، وسيدنا السمنودي الله يرضى عنه ضغط هالكلام الطويل العريض بكم سطر؟ بسطرين، فجزاه الله عنا خيرا. نحن الساعة الآن بقيان معنا 40 دقيقة تقريبا. طيب ناخذ راحة دقيقة واحدة ومنكمل بعدين بال خلص البحث. ما شو في بعده؟ إتمام الحركات تحدثنا عنه المرة الماضية في الدورة الأولى. بناخذ الآن الساكنان الملتقيان، هذا بحث سهل لكن بعد ما ناخذ شوية راحة دقيقة واحدة.